مشاهدينا، الأسرة هي المصدر الأساسي لإشباع الحاجات النفسية عند الأبناء، وبفضلها بيكتسب الطفل شخصيته، وأي خلل أو أي اضطراب فيها ممكن يأثر على الشخص بمرحلة لاحقة من حياته. والحرمان العاطفي يا جودي من أهم المشاكل يلي ممكن تعاني منها أسرة معينة، ويلي هو اضطراب وجداني بيتمثل بغياب المشاعر والسلوكيات المعبرة عن الحب والحنان. عن هالموضوع حيكون حديثنا مع الاختصاصية الاجتماعية الأستاذة سمر أيوب. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير أستاذة، وأهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. حكى ورد عن مصطلح كتير مهم، وفعلا له كتير من الآثار الإيجابية والسلبية على شخصية الطفل أو على شخصية الإنسان. في حال استخدم بطريقة صحيحة حيكون تأثيره إيجابي، في حال كان الشخص بيعاني من هذا الحرمان رح تأثر على شخصيته بطريقة سلبية. ولكن خلينا نوضح لمشاهدينا بداية شو بنقصد بالحرمان العاطفي. تمام. للحقيقة الإنسان كائن اجتماعي، هو بيتفاعل مع الآخرين، بيأثر وبيتأثر فيهم. ولكن لما يكون عندنا حرمان عاطفي واللي هو عدم إشباع الحاجات النفسية والانفعالية بالنسبة للإنسان من الحب، الحنان، العطف، الرعاية والاهتمام، فهذا الشيء اللي بنسميه الحرمان العاطفي أو عدم إشباع لهي الحاجات. للحقيقة هذا الموضوع كتير مهم بالنسبة لحياة الإنسان. إذا عم نحكي نحن من مرحلة الطفل، يعني الطفولة لما يكون طفل صغير، حتى لو كان بالأشهر الأولى، هذا الشيء جدا بيأثر عليه. إذا عم نحكي نحن حتى مراهق أو يافع، لاحقا كان رب أسرة سواء زوجة أو زوج، كمان نفس الشيء بيأثر عليهم. ففينا نقول إنه الحرمان العاطفي بيشمل جميع الفئات، ولكن بيبتدي من مرحلة الطفولة. تمام. اسمح لنا نذكر بس المشاهدين بإمكانية التواصل معنا عبر الرقم 9342 من أي خط أرضي داخل دمشق، و 011-9342 من أي خط أرضي أيضاً من المحافظات السورية، لتطرحوا سؤال على الاستشارية الاجتماعية أو على الدكاترة اللي حيكونوا معنا خلال الحلقة. طيب أستاذة، قديش نسبة المنح العاطفي، خليني أقول، اللي لازم يأخذها كل طفل أو كل فرد بالأسرة، ومين بده يمنح الثاني العاطفة؟ الكبير يمنح الصغير، أو مثلاً الزوج يمنح الزوجة هذا المنح العاطفي؟ تمام. للحقيقة الإنسان عنده حاجات عاطفية كثير متعددة، ولهيك عدم إشباع هاي الحاجات مرحلة الطفولة هو له أثر كثير كبير. هلأ مين اللي بيمنح؟ للحقيقة هي عملية متبادلة ما بين الأم والطفل. نحن دائما بنقول الأم لأنه هي، خلينا نقول، مصدر الحنان والخط الأول اللي الطفل بيوعى عليها. لهيك الطفل بيكون بحاجة أم جيدة كفاية. نحن بنستخدم هذا المصطلح اللي هو لا إفراط ولا تفريط. الأسلوب التربية الوالدية كتير بيأثر. طبعاً عم نحكي أم وأكيد أب، لأنه الاثنين هنا مسؤولين عن تنمية الطفل، وبنفس الوقت إشباع هي حاجات العاطفية اللي هو بحاجة إلها بأسرة أصلاً مشبعة عاطفياً. لأنه مثل ما كثير بنعرف أنه عدم الإشباع أو الحرمان العاطفي لأحد الأطراف بالأسرة أكيد حيعمل توتر وخلل بهذا التوازن وهي العملية وهي الدائرة عموماً. صحيح. طب خلينا نحكي أكثر أستاذة عن الطرق أو الأساليب اللي ممكن نحن نثري فيها الشخص الآخر عاطفياً، أو نغنيه عاطفياً، أو نعطيه هي العاطفة. في كثير من الأهالي ممكن يقوموا ببعض السلوكيات أو حتى مثلاً طرق بالتربية ممكن يفكروها هي نوع من الاهتمام والحب والعطاء لهذا الطفل، بس بنفس الوقت بيكونوا عم يضروه، ممكن يكونوا عم يزيدوا بالدلال، ممكن يكونوا عم بخلوه ما يقدر يعتمد على ذاته بطريقة صحيحة. شو هي الطريقة الصحيحة لحتى نعطي العاطفة لأطفالنا؟ تمام. للحقيقة مثل ما ذكرت من شوي، أم جيدة كفاية اللي هي كناية عن التربية المتوسطة بعيدة عن أساليب التربية الوالدية الخاطئة اللي منها التسلط، اللي ممكن يكون عم بيعاني كتير الطفل من موضوع التسلط بحياته، الشدة بالعقاب، شخص ما له مسموع بالبيت، أو حتى التذبذب اللي هو ما بيعرف إذا عمل غلط هذا الغلط مثلا رح يتعاقب عليه بس ثاني مرة لا، أو مثلا ممكن يكون يعمل شيء كتير عادي بس هو بيتعاقب عليه، شيء كتير روتيني بيعمله كل رفقاته، بيشوف رفقاته بالمدرسة بس هو بيتعاقب عليه بالبيت. فهو ما عاد قدر يعرف أو يميز إمتى لازم يعمل هذا السلوك وإمتى لا.
بالإضافة لموضوع الإهمال اللي هو مصنف حتى من ضمن العنف اللي ممكن يتعرض له الطفل. الإهمال عم نحكي على مستوى جسدي انفعالي، ممكن يكون حتى بموضوع الأكاديمي والتعليمي. فكل هي أساليب تربية والدية خاطئة، ولكن بدي ركز على فكرة كتير مهمة اللي هو الأم، دور الأم سواء كانت بيولوجية أو لا. دور الأم كتير مهم بحياة الطفل، لهيك لما يكون في تعدد ب خلينا نقول شخصيات او شخصيات الام، يعني ممكن يكون الطفل اصلا فائد الام، ميته، مسافره، مطلقه لاي سبب ما، فهو فائد الام. فمره بتكون الجده هي ام تماما، مره بتكون العمه. انا هذا اللي قصدته بتعدد السلطه، يعني تماما. لما بده يشوف انه العمه عم تلعب دور الام، والجده دور الام، والخاله دور الام. صحيح. والاب احيانا ممكن يعمل هذا الدور لحتى يعوض النقص اللي ممكن يكون موجود نتيجه غياب الام. تماما، يعني صحيح. هون بيكون في تعدد للسلطات، وانا اللي لازم اخده من مصدر معين عم باخده من عده مصادر، واحيانا هالمصادر بيتنافسوا ليوصلوا للطفل انه انا اقرب لك من ستك مثلا. طيب هون في سؤال مهم جدا، قديش نحن لازم نركز على الطفل لحتى ياخذ الاشباع العاطفي؟ شو الدلائل انه طفلي عم يعاني من حرمان عاطفي؟ ممكن المدرسه بالمدرسه تكتشف انه في اطفال معينين بالشعبه عندهم نقص عاطفي باسرهم، شو العلامات، شو الظواهر؟ تمام. للحقيقة السلوكيات العدوانية بالنسبة للأطفال بعمر صغير، وحتى عم نحكي أكثر بمرحلة المراهقة، هي خلينا نقول من الأعراض اللي كتير بتكون ظاهرة على عدم إشباع هي الحاجات العاطفية. الحرمان العاطفي ممكن يعمل تأخر بنمو الطفل، نمو جسدي، حركي، حتى على صعيد معرفي. فالحقيقة الحرمان العاطفي هو أكبر بكتير ما نحن متخيل، هو بس إنه طفل فائد للحنان أو للمحبة. ممكن يكون منزوي، منعزل، خجول، أو لا ما دخل. ممكن بتظهر عادة بسلوكيات ما بتكون ضمن سياق طبيعي بمرحلته، اللي هي مسميها بالخصائص النمائية اللي عم بيعيشها. يفترض انه يكون مثلا في عنا طفل بلشت علاقاته الاجتماعية تنبنى، هو اما بيكون ما عم يقدر انه يبني علاقات اجتماعية صح، او هو عم يفضل انه يكون منعزل ومنزوي بدون اي علاقات اجتماعية حواليه. أستاذة بيقولوا أنه فاقد الشيء لا يعطي، هو ممكن الشخص اللي هو فعلاً ما كان عنده حنان وعاطفة بالصغر، ممكن هذا الشيء على الكبر يظهر بسلوكه وشخصياته، وهذا الشخص في حال كان أب ولا أم أكيد رح ينعكس هذا الموضوع على أبنائه. في بعض الأشخاص بيكون ردة فعلهم إيجابية فبصيروا بيهتموا زيادة وبيدللوا زيادة وبيعطوا عاطفة وحنان. في أشخاص بيكونوا سلبيين وفعلا يعني ممكن نفس التجربة اللي مرقوا فيها يرجعوا يعيدوها مع أبنائهم. كيف ممكن يؤثر هذا الحرمان العاطفي على سلوك الشخص بتعاطي مع الأشخاص الموجودين حواليه، وأيضا بتعاطي مع أفراد أسرته؟ تمام. للحقيقة الوعي الذاتي هو كتير مهم بالنسبة للإنسان، وهذا الشيء بيقدر إنه على القليل يوعى على مشاعره ويوعى على طفولته، وبالتالي يقدر يتصرف مع أطفاله أو مع المحيط اللي هو عايش فيه بدون هاي الآثار السلبية. لهيك لما نحكي نحن عن غالباً إنه شخص معرض لحرمان ذاتي، فهو غالباً رح يرجع يمارس هذا الشيء على عائلته، على أطفاله، أو حتى على الأشخاص اللي حواليه. ولكن مو بالضرورة طالما هو عنده وعي ذاتي كافي بحاجاته بمشاعره وبشيء ممكن هو يقدمه لغيره، وللحقيقة ما فينا نراهن، يعني هذا الشيء دائما بيكون بناء على البيئة اللي هو عايش. شو هي العوامل اللي ممكن تساعده للشخص انه يتخلص من هذا الحرمان؟ تمام. موضوع انه هو اول شيء يعرف تماما شو هي الحاجات اللي النفسيه والاجتماعيه اللي بحاجه الى الطفل. لما يكون عم يربي طفل او حتى عم بيكون عم يبني علاقه مع زوجته ويبني اسره كامله، فهو كثير مهم يعرف شو هي الحاجات، ويعرف قديش في حدود ما بين اني انا دلل وافرط بهذا الشيء تماما، ما يميع الطفل تماما، او اني لا اقدر احط حدود كثير واضحه، أكون أنا واعي لعملية التربية وكون عندي معلومات كافية. طيب. لأنه هذا الشيء متعلم حتى ومكتسب. ختاماً وبشكل سريع إذا تكرمتي علينا، بيقولوا اليوم الأهل أنه أنا مالي منقص على ابني شيء، كل شيء بده إياه عم أمن له إياه بظل الظروف الصعبة جداً. وفي أهل تانين بيقولوا أنا ما عم بقدر يمكن فوت نص كيلو لحمة. صحيح. على بيتي. صحيح. بالشهر، فكيف بدي أغدق عاطفياً على طفلي؟ شو التصرفات اللي بتخلي الطفل يشعر أنه أهلي عم يهتموا فيني وعم يشبعوني من العواطف حتى ما ألجأ لشخص خارجي، خاصة بسن المراهقة؟ وأنا بأكد على البنات بهالموضوع. صحيح. للحقيقة هيك نحن
إجمالاً بهذا الشيء الظرف كتير ضاغط بالنسبة للأسر، بالنسبة ل يعني الوضع الاقتصادي إجمالاً ما فينا نحنا نتخبى إنه لا خلص ما في وضع اقتصادي، ولكن الكلمة اللي بدي وجهها إنه أطفالنا هن استثمارنا الحقيقي اللي نحنا فعلاً إذا ما استثمرنا فيهم فهن رح يمكن مستقبل يكون بغض النظر عن الظروف العامة، ولكن هو شخص غير قادر على أنه هو يتكيف مع أي تحديات أو صعوبات هو عم بيعاني منها أو رح يواجهها بالمستقبل، وبالتالي ما رح يقدر أنه هو يعمل عيلة ويرجع ياخد دور الأب أو حتى الأم. ومثل ما قلت حضرتك أنه نحن بنركز على الإناث بنفس السوية مع الذكور، لأنه دائماً نحن بأساليبنا الوالدية أنه الذكر أو الطفل ما لازم يعبر، أما البنت لا معلش تعبر وتبكي وناخدها بحناننا وإلى آخره. فكثير مهم أنه نحن فعلاً يكون في هذا التوائم، أطفالنا هن استثمارنا، هن المستقبل بالنسبة لنا. لهيك إذا أنا بدي بس أخذ هذا الجانب بدون ما أفكر أنه بنهاية هذا الطفل إجى على هذا إجى على هذه الحياة، على هي الحياة، يعني بمجرد نحن نقعد نحكي مع الطفل، نقعد نحاكي نلعبه نفهمه الأمور اللي عم يدور فينا بالمحيط، ممكن يكون في هذا نوع من الإغداق العاطفي. شكرا كثير لك، أهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لك أستاذة، وسعد لي صباحك.